is February 25th. The lecture about irrigation. The speaker is our first guest speaker, Engineer Muhammad Ghanem, graduate of Ain Shams University. And he is the official speaker of the Minister of Irrigation and Water Resources. Let us enjoy. يا شباب شايفين الفيديو ولا لسه؟ شايفينه يوم. تمام. اوكي. Let us enjoy. I will start exactly at 10:05. المهندس محمد أحمد غانم مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بمكتب وزير الموارد المائية والري الأستاذ الدكتور محمد عبد العاطي. اتفضل باشمهندس محمد، حضرتك احنا متشرفين بحضرتك النهاردة. طبعا الشرف لي يا فندم. السلام عليكم جميعا. انا سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم النهارده. انا خريج كليه هندسه جامعه عين شمس، وده طبعا يسعدني ويشرفني ان انا اكون معاكم النهارده. احنا النهارده هنتكلم على المشروعات القوميه الكبيره اللي بتقوم بيها وزاره الموارد المائيه والري. اعتقد البرزنتيشن ظاهره قدام حضراتكم دلوقتي. تمام. زهر صوت واضح افتكر. تمام الصوت واضح. تمام ان شاء الله. طبعا في البدايه انا بس يعني كلكم طبعا شباب لسه ما اتخرجتوش من الجامعه، وبيفرق كتير قوي لما تعرفوا بشكل واضح هو احنا بندير المية ازاي في مصر. في يعني عند ناس كتير لما تيجي تتكلم معاهم وبتلاقي ممكن ساعات يقول لك هو انتوا بتعملوا ايه؟ ما هي المية ماشية اهي، النيل ماشي والمية ماشية في النيل والمية ماشية في الترع والمزارعين بيرووا، طب هو انتوا بتعملوا ايه؟ القضية هنا مش قضية إن مجرد بس إن المية تمشي وخلاص وإن الناس تروي وخلاص، ما هو الناس بتروي وبتزرع من أيام الفراعنة ما فيش مشكلة، لكن إيه الزيادة اللي بيتعمل؟ إيه الاختلاف اللي بيتعمل؟ دايما أنت تقدر تحس بأهمية الحاجة اللي أنت بتعملها لما بيبقى في عندك أزمة، فهنا بتظهر يعني إيه إدارة. بمعنى إيه؟ أنا مثلا كشخص مرتبي قليل، بضطر ان انا ادير حياتي بشكل يقدر يستوفي المرتب القليل دوت، على عكس واحد عنده فلوس كتير وهو مش محتاج يدير. نفس الفكره في الميه، احنا عندنا ميه قليله، امتى احس بجوده الاداره وازاي ان انا بقدر ادير كدوله او كوزاره بقدر ادير هذه المنظومه المائيه صح؟ لما تكون الموارد المائيه اللي عندي قليله واحتياجاتي كتيره، واشوف انا بعرف اتصرف ازاي، هو انا بقدر اوصل الميه لكل الناس ولا لا، هو انا في المستقبل طيب هعرف اوصل الميه للناس ولا لا. ده سؤال مهم جدا، علشان اوصل ان انا دلوقتي بقدر اوصل الميه لكل الناس وان انا في المستقبل اقدر اوصل الميه لكل الناس، في شغل كتير جدا بيتعمل، في عشرات المليارات بتتصرف، في مجهود كبير جدا بيتعمل. أنا اسمحوا لي إن أنا أستعرض معاكم دلوقتي، هي وزارة الري بتعمل إيه؟ إيه الشغل اللي بيتعمل على الأرض؟ ويمكن في ناس كتير مش واخدين بالها من هذا الشغل الكبير والمجهود الكبير اللي بيتعمل، ولكن شغل كبير ومهم وهنتكلم عليه دلوقتي مع بعض. أول حاجة عشان نبقى متخيلين حجم الوضع اللي إحنا فيه والموقف المائي في مصر دلوقتي عامل إزاي؟ نفهم نقطة مهمة جدا وهي حجم التحديات اللي موجودة في قطاع المية في مصر. المية بتواجه كذا تحدي. أولا كمية الموارد المائية اللي عندنا محدودة. فواحد هيقول طيب أنت يعني إيه موارد محدودة؟ هو إمتى أنا أقدر أقول إن المية قليلة أو كتير؟
اولا اعتقد ان كلنا حافظين الرقم دوت اللي هو 55.5 مليار متر مكعب في السنه اللي هي حصتنا من ميه نهر النيل. هو ال 55.5 دي كتيره ولا قليله اصلا؟ يعني ما هو رقم ضخم اهو 55.5 مليار. طب معلش انا هرجع بس للسلايد اللي بعديه وهرجع تاني مره تانيه. شوفوا معايا انا محتاج قد ايه وانا معايا فعلا قد ايه. السلايد دوت بصوا عليك وقروه معايا وعايزكم تحفظوا الارقام دي. الارقام دي مهمه جدا وافتكر لازم كل واحد في مصر يبقى حافظها. رقم 114 و80 و60 هي ايه الارقام دي؟ 60 دوت كميه الميه المتاحه عندنا في مصر، اجمالي المياه المائيه او الموارد المائيه المتجدده. طبعا اهم رقم فيهم اللي هو ال 60 مليار دولت عباره عن 55.5 مليار حصتنا من ميه نهر النيل وحوالي 2.3 مليار ميه جوفيه عميقه او 2.5 تقريبا ميه جوفيه عميقه من اللي هي موجوده في الواحات البحريه والفرافره والسيوه والمناطق اللي في الصحراء دي، و1.3 ميه امطار معظمها بتنزل على السواحل الشماليه في مصر، وشويه مياه تحليه موجوده معظمها في مدن البحر الاحمر ودلوقتي في مدينه العالمين الجديده وكده. اجمالي الموارد المائيه اللي عندي 60 مليار فقط. طيب انا محتاج قد ايه؟ انا محتاج 114 مليار، يعني تقريبا ضعف الموارد اللي موجوده عندي. انتوا متخيلين الفرق الهائل دوت؟ زي ما يكون مثلا انا دخلي 1000 جنيه ومصاريفي 2000 جنيه، يبقى انا عندي مشكله كبيره ان انا عايز اصرف 2000 وانا ما فيش في جيبي غير 1000. نفس المشكله هنا، انا عايز احتياجات مائيه 114 مليار وما فيش معايا الا 60 مليار فقط، يعني تقريبا الاحتياجات بتاعتي ضعف الموارد اللي عندي. طيب انا بحاول اقفل الجاب ده ازاي؟ في جاب 54 مليار ما بين ال 60 وال 114. الجاب دوت ال 54 مليار بحاول اعالج جزء منه ان هو 20 مليار من خلال اعاده استخدام الميه. اعاده استخدام الميه يعني ايه؟ انا عندي ميه في المصارف برفعها مره ثانيه وبرميها في الترعه. المصارف الزراعيه دي هي ميه، ميه صرف جايه من الاراضي الزراعيه. يمكن مشكلتها الوحيده في الملوحه، ان هو المزارع لما بيروي بالغمر الميه دي بتاخد الملوحه والمكونات، شويه مكونات من التربه وبتترمي في المصرف. مشكله المصارف الزراعيه فقط هي في ارتفاع درجة الملوحة. أنا باخد مية المصارف دي وبرميها على الترع وبيحصل لها خلط زادي مع الحركة وهي بتتحرك أثناء سريان المية في الترعة، فبقدر استفيد بكمية مية إضافية بتحللي مشاكل في بعض الترع. بالإضافة كمان أنه الرشح اللي بيحصل من نهر النيل ومن الترع والمصارف تحت الوادي والدلتا ده بتنزل في طبقة سطحية على بعد 6-7 متر عن سطح الأرض، بيتم رفعها مرة تانية باستخدام الأبار الجوفية. بس حاجات بسيطة جدا، بنتكلم على أعماق بسيطة 6-7 متر. إجمالي المية اللي أنا بعيد استخدامها دي، سواء مية الصرف الزراعي اللي برميها من المصارف على الترع أو مية المية الجوفية اللي بسحبها من تحت الوادي والدلتا باعتبارهم رشح من نهر النيل والترع والمصارف، دول على بعض يعملوا لي 20 مليار. طيب انا قلت انا عندي الفجوه 54 مليار ما بين ال 114 وال 60، عندي فجوه 54 مليار. بعوض 20 عن طريق اعاده الاستخدام. طب وال 34 اللي فاضلين؟ ال 34 دولت بجيبهم عباره عن محاصيل وسلع غذائيه بستوردها من بره. انا بستورد قمح وبستورد منتجات اخرى زراعيه، دي بتتزرع بره ب 34 مليار. دي تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا. فبالتالي انا فعلا عندي مشكله كبيره ان انا مواردي 60 بعيد استخدام عليهم كمان 20، يبقى انا المتاح عندي 80 مليار وبضطر استورد منتجات زراعيه من الخارج ب 34 مليار. يبقى بالتالي انا عندي عجز ولا زياده؟ انا هنا عندي عجز، لان انا محتاج 114 ومش قادر اوصل لها. طب نرجع للسلايد
تاني اللي كنا بنتكلم عنها التحديات. طيب محدودية الموارد المائية اتكلمنا عنها، ده تحدي كبير ان انا عندي الموارد المائية ثابتة. طيب الزيادة السكانية، الزيادة السكانية احنا دلوقتي معديين 100 مليون نسمة، خلال العشر سنين اللي فاتوا زدنا ما يقرب من 25 مليون نسمة، احنا بنزيد بمعدل 2.5 مليون كل سنة، حوالي معدل زيادة سكانية يقترب من 2.5%، ف 25 مليون نسمة في 10 سنين اللي فاتوا. من المتوقع على 2050 عدد السكان يوصل لحوالي 170-180 مليون. تخيلوا هذا العدد الهائل، انا بتكلم على 70 مليون تقريبا زيادة او 80 مليون زيادة، محتاجين مية شرب قد ايه، محتاجين ارض زراعية قد ايه. احنا دلوقتي ده احنا بعددنا دلوقتي وبنستورد منتجات زراعية بما يوازي 34 مليار، امال لما نبقى 180 مليون نسمة هنستورد بقد ايه. فبالتالي الزيادة السكانية بتمثل ضغط كبير جدا على الموارد المائية اللي هي اصلا ثابتة ومحدودة، بالاضافة كمان للتحضر المستمر. انا في عندي مدن كتيرة بتتبني، في عندي مصانع، في عندي منتجعات سياحية بتتعمل، كل دوت محتاج له مية، كل منشأ جديد محتاج مية، مفيش أي مدينة بتتبني إلا ولازم لها مية علشان السكان اللي هيعيشوا فيها، مفيش أي منطقة صناعية إلا وبتحتاج للمية، منتجع سياحي بيحتاج للمية وهكذا، كل ده بيمثل ضغط على الموارد المائية. أيضا قدم شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية، للأسف حصل إهمال كبير جدا لشبكة الموارد المائية خلال العشرات السنين اللي فاتت، وهوريكم كمان شوية صور لترع في حالة يعني مزرية كان حالتها في منتهى السوء، ومنشآت قديمة بقالها عشرات السنين مبنية، وفي حاجات بقالها 100 سنة مبنية، مش هتقدر تشتغل صح، مش هتقدر توفر المية صح، وهوريكم ازاي صور ليها وازاي احنا بنتعامل مع هذه المنشآت القديمة. نوعية المية، وده تحدي كبير جدا جدا جدا، احنا حتى دايما بنتكلم على وزارة الري ان احنا مشكلتنا ان احنا دايما يعني ايه وظيفتنا ان احنا بنجمع او بيترمي علينا من الجهات الاخرى في صرف صحي، قرى بترميه على المصارف الزراعية، في تلوث من المصانع، في انواع مختلفة من التلوث، في مخلفات منزلية للأسف، في اهالي وناس بيرموها في المجاري المائية، كل ده بيأثر على نوعية المية اللي احنا بعد كده بنبقى محتاجين ان احنا نستخدمها للشرب او نستخدمها للزراعة. طب انا ازاي، انا بعمل ايه عشان احسن نوعية المية؟ ما انا مش هقف اتفرج واسيب نوعية المية تتدهور، لان دي صحة ناس. في قضية برضو، قضية الوعي اللي انا كنت ابتديت بها الكلام، ان احنا محتاجين يبقى عندنا وعي كامل بكل الكلام دوت، انه الناس مش فارقة معاها، الناس انا عايز اخلف 7-8 عيال والحكومة هتتصرف، ما هو ازاي، انت دورك فين، انت فين، طب انت هل انت هتقدر، عموما مش مية بس، انت هتقدر تصرف عليهم، انت هتقدر تأكلهم وتشربهم وتعلمهم وتلبسهم وتربيهم صح. سؤال كبير، لو مفيش وعي طب انت دورك فين علشان تساعد البلد اللي انت عايش فيها. التمويل، قلت لكم ان احنا بنصرف عشرات المليارات، ويمكن دي الأول مرة وهتشوفوا كمان شوية في هذه المشروعات الكبيرة حجم الإنفاق الهائل اللي بيتصرف في هذه المشروعات الكبرى. كمان تحديث التشريعات، إحنا كان عندنا قانون قديم وتم وضعه سنة 84، القانون ده حصلت عليه تغييرات كتيرة في المجتمع وفي طبيعة الموارد المائية في مصر، بشكل كان بيستلزم يحدث تغييرات كبيرة في هذا القانون. ده تحدي كبير بيواجه مواردنا المائية. في تحدي تاني وهو التغيرات المناخية، ويمكن دوت يمكن ناس كتير دلوقتي لما بتسمع عنه بتستغربه شوية. لا، الموضوع على فكرة يعني التغيرات المناخية مش بس في مصر ولكن في العالم كله أصبحت تحدي كبير جدا جدا جدا. احنا يمكن لأول مرة، معرفش انتوا يمكن لسه، احنا بالنسبة لنا يمكن انا اكبر طبعا منكم بيجي 20 سنة، انا ما شفتش السيول اللي بتحصل دي زمان. احنا بقالنا فترة فعلا في تغيرات مناخية، يمكن الكبار اللي زي او يمكن اكبر مني شوية بيحسوها،
لا فعلا في تغير واضح في المناخ، في حاجات بتحصل دلوقتي ما كناش بنشوفها زمان، في سيول عنيفة بقت بتظهر دلوقتي وبتحصل دلوقتي ما كانتش بتحصل زمان، التكرارها وعنفها وتعدد مواقع حدوثها، السيول اللي بتحصل في الجبال دي ما كانتش بتحصل بهذا العنف زمان، ارتفاع منسوب سطح البحر، ودي حاجة بتأثر على سواحلنا الشمالية بالذات وسواحل نهر الدلتا، منطقة الدلتا، وده برضه هتكلم عليه بتفصيل شوية كمان شوية، بالإضافة إلى موجات الحرارة والجفاف اللي احنا يمكن حتى دلوقتي النهاردة حتى حاسين بيها، ارتفاع واضح في درجات الحرارة، ده بيأثر إزاي على الموارد المائية؟ أنا كل ما درجة الحرارة بتعلى كل ما احتياجات النبات بتزيد، ده بيأثر على الموارد المائية اللي عندي اللي هي أصلا محدودة. التغيرات المناخية دي كمان هتأثر إزاي على إيراد نهر النيل؟ هناك سيناريوهات كتيرة ودراسات كتيرة معمولة، هو نتيجة التغيرات المناخية هي الأمطار اللي بتتساقط على نابع النيل على أثيوبيا وأوغندا وكينيا وهذه الدول هتزيد ولا هتقل؟ في سيناريوهات كتيرة محطوطة ودراسات كتيرة محطوطة، وبعضها بيتكلم إن هي هتزيد وبعضها بيتكلم إن هي هتقل. فالتغيرات المناخية قضية شديدة الخطورة والأهمية ولازم نتعامل معاها. طيب إحنا كوزارة ري وكدولة مصرية عملنا إيه علشان نتعامل مع هذه التحديات؟ إحنا وضعنا استراتيجية للتعامل مع المياه لغاية عام 2050، ووضعنا خطة، استراتيجية دي بتبقى مجرد خطوط عريضة، ولكن الخطة خطة الموارد المائية طبعا كان في البداية خطة من سنة 97 1997 لغاية 2017، ثم خطة ثانية من 2017 إلى عام 2037. الخطة اللي هي الحالية 2017-2037 دي بننفذ من خلالها كل المشروعات اللي احنا بنشتغلها في مصر دلوقتي في مجال المية. طيب الخطة دي مبنية على أربع محاور رئيسية. أنا إيه المشاكل اللي عندي؟ أنا عايز أعمل إيه؟ عايز تحسين نوعية المية، وعايز ترشيد استخدامات المية، وعايز تنمية موارد مائية إضافية، وعايز تهيئة البيئة الملائمة للإدارة المثلى للموارد المائية. وخلوا بالكم هنا كل الكلمات دي بتبتدي بحرف التاء، تحسين، ترشيد، تنمية، تهيئة. حتى احنا بنسمي هذه المحاور أربعة ت عشان ايه؟ تسهيل حفظها على الناس. كل بند من دولت تحتيه مجموعة من المشاريع اللي احنا بننفذها. مش هطول عليكم في النقطة دي ونتكلم ونشوف ايه هي الشغل اللي احنا بنعمله. أهم مشروع المشروع القومي لتأهيل الترع، وأعتقد الناس متابعاه وشايفاه كتير وحتى بيشوفوه في التلفزيون وعلى المواقع التواصل الاجتماعي، بيشوفوا صور لهذا المشروع المهم وهتكلم عنه بالتفصيل كمان شوية. في مشروعات للتحول للري الحديث، مشروعات لإعادة استخدام المية، مشروعات للتعامل مع التغيرات المناخية، مشروعات لتحسين عملية استخدامنا للمية الجوفية، مشروعات لتأهيل المنشآت المائية، مشروعات للصرف الزراعي، مواجهة التعديات، مشروعات أو تطبيقات وتكنولوجيا حديثة بنستخدمها وبنعتمد عليها. هنشوف كل حاجة من الحاجات دي. أول مشروع وأهم مشروع، مشروع تأهيل ورفع كفاءة الترع. كنت قلت لكم من شوية إن فعلا إحنا عندنا تحدي كبير جدا، تمام؟ عندنا تحدي كبير بيتمثل في قدم الترع وشبكة المجاري المائية اللي موجودة عندنا في مصر. انتوا شايفين الصورة دي؟ انا بس عايز اوريكم صورة تانية اللي هي دي. شايفين منظر الترع عامل ازاي؟ منظر في منتهى السوء. ترع فيها تهايل في القطاع المائي. القطاع المائي اكبر من القطاع المطلوب، وده بيستلزم ضخ كمية مية إضافية عشان تقدر توصل. في حشايش موجودة في الترع، يعني أنا في ترع هنا تقريبا القطاع المائي بتاعها يكاد يكون مش موجود، ما فيش قطاع أصلا، يعني من كتر ما شكل الترع غير طبيعي تقريبا أنت مش شايف إن في ترع أصلا قدام عينيك. كان ده عامل مشاكل كتيرة جدا جدا، بيعوق عملية توصيل المية لنهايات الترع. يعني أنا بكلمكم كمهندس ري، أنا بقالي شغال في الوزارة ما يقرب من 20 سنة، شفت حجم الشكاوى
من الناس اللي بتشتكي من ان المياه مش قادره توصل لهم. احنا في وزاره الري يمكن برضو عشان تبقوا عارفين، المزارعين بيرقوا 5 ايام عماله وعشر ايام بطاله. المياه في الترعه بتتفتح لمده 5 ايام المزارعين بيرووا، وبعدين بتتقفل لمده 10 ايام، وبعدين بتتفتح 5 تاني وتتقفل 10. الخمس ايام بتوع العماله بيخلصوا والمزارعين اللي في اخر الترعه لسه ما رووش. ليه؟ لانه المياه مليانه حشائش ومخلفات والقطاع المائي متهايل وفي حتت واقعه وفيها مشاكل، المياه مش قادره توصل لغايه اخر الترعه. كان بيتصل بمهندس الري يقول له والنبي مديلي كمان يوم او يومين في فتره العماله علشان اقدر اروي الارض بتاعتي. دي كانت مشكله، وكانت حتى بتعمل خلافات بين المزارعين نفسهم على نفس الترعه وبيتخانقوا مع بعض. مشروع زي، شوفوا هذا المنظر بقى عامل ازاي. لما بتاهل الترعه بتستعيد القطاع التصميمي بتاع الترعه. شايفين الميه ماشيه ازاي بمنتهى السلاسه والبساطه في الترعه؟ الميه بمجرد، وده انا بتكلم على تجارب فعليه بعد الترعه ما تم الانتهاء من تاهيلها، بمجرد انك بتفتح بوابه الترعه في خلال ساعتين ثلاثه الميه بتكون وصلت لغايه اخر الترعه. شيء طبيعي. شايفين هذا المنظر ازاي ان القطاع المائي يعني مستقيم، ما فيهوش اي حشائش، ما فيش حاجه متهيله، ما فيش جزء مختنق في المجرى المائي، مفيش زبالة مرمية، مفيش حشائش، مفيش أي حاجة بتعوق اندفاع المية. المية بتتحرك بطول الترعة بمنتهى البساطة والسلاسة وبدون أي مشكلة. المشروع دوت مشروع شديد الأهمية. المشروع ده بيتكلف 80 مليار جنيه لتأهيل 20,000 كيلو من الترعة. احنا عندنا في مصر اطوال الترع بنتكلم على حوالي 30,000، منهم حوالي 10,000 دولار ترع اللي هي الرئيسيه والريحات وخلافه، ودي ترع اصلا يعني القطاع المائي بتاعها كبير ومش محتاجه للتاهيل. انما الترع الفرعيه وانت نازل اصغر فاصغر، كل هذه الترع كانت بالمنظر السيء اللي احنا شفناه دوت. دولت اللي هيتم تاهيلهم ب 20,000 كيلو متر. احنا ابتدينا فعلا من اكتر من سنة، من منتصف العام الماضي ابتدينا هذا المشروع الكبير. العشرين الف دولت احنا ابتدينا في المرحلة الاولى اللي كانت مدتها سنتين ب7,000 كيلو. يعني بصوا معايا للجزء اللي على اليمين دلوقتي، كان المستهدف في البداية العشرين الف دولت قسمناهم جزئين، 7,000 كيلو و13,000 كيلو. ال7,000 كيلو دولت اللي هم الترع المتعبة، احنا بنسميهم الترع المتعبة، اللي هي الترع اللي فيها تهايل كبير في القطاع المائي، ترع فيها يعني كتل سكنية كثيفة حواليها، فيها حشائش كتيرة، فيها قمامة كتيرة، موجودة في آخر شبكة الري وبالتالي مش قادرة توصل المية. فبالتالي احنا ابتدينا بال7,000 دولت في جميع المحافظات. يعني احنا مش دول مثلا مش بادئين بالصعيد وهنخلص ال7,000 وبعدين ندخل على الدلتا او خلافه، لا، ال7,000 دولت متوزعين في جميع محافظات الجمهورية وشغالين فيهم كلهم في نفس الوقت. احنا ابتدينا في منتصف العام الماضي، والخطة دي مدتها سنتين تنتهي في منتصف العام القادم ان شاء الله 2022 لتأهيل ال7,000 كيلو. احنا لغايه دلوقتي عملنا كام منهم؟ احنا خلصنا اكتر من 3,000 كيلو لغايه دلوقتي ترع تم تاهيلها، وشغالين فعلا في 4,600 كيلو او اكتر، وجاري طرح واسناد للمؤولين لحوالي 1,900 كيلو اخرى. فلو جمعنا ال 3,000 وال 4,600 وحوالي 1,900 بنتكلم على اكتر من 9,500 كيلو احنا شغالين فيهم حتى الآن، ما بين ترع تم نهوها بالفعل وتأهلت بالفعل بالمنظر اللي انتوا شفتوه من شوية، وبين ترع جاري تنفيذها حاليا، وبين ترع احنا وفرنا لها اعتمادات مالية وسيتم طرحها والبدء فيها قريبا مع المؤولين. طب الباقي 13,000 ان شاء الله بعد انتهاء المرحلة الحالية اللي هي 2022 وحتى منتصف 2024 على مدى عامين سيتم إن شاء الله الانتهاء من ال 13,000 كيلو متر الأخرى.
بحيث ان انا يبقى عندي 20,000 كيلو بالكامل مؤهلين يقدروا ياخدوا المية من الرياحات ومن الترع الرئيسية ينقلوها لغاية المسائي بتاعة المزارعين بمنتهى السهولة زي ما انتوا شفتوا في الصور كده. طيب هل الموضوع مية وبس؟ هو طبعا المية وقدرة على توصيل المية دوت يعني يمكن من أهم المكاسب. طيب في مكاسب تانية يعني إلى جانب هذا الأمر. شوفوا بس الصورة دي للترعة قبل وبعد التأهيل. أنا كسبت مساحات من الأراضي على يمين وشمال الترعة أقدر أعمل بيها طرق تخدم الأهالي والمزارعين في المناطق الريفية. أنتوا عارفين طبعا دلوقتي الدولة بتنفذ مشروع ضخم جدا هو مشروع حياة كريمة اللي هيغير شكل الريف لستين مليون مصري عايشين في الريف تقريبا بيمثلوا حوالي 60% من سكان مصر. طيب جزء منه طبعا هو مشروع كبير، احنا بنتكلم على ترع وعلى مية شرب وغاز طبيعي وصرف صحي وطرق ومراكز شباب وخلافه، لكن الجزء اللي بيعنينا هنا انا كوزارة ري الترعة دي وجوانبها. الجوانب دي هنا ما كانش تقريبا في غير مدق واحد في الشمال ترابي ناس بتمشي عليه، انت بقى في عندك هنا طريق بيتسفلت وبيبقى طريق محترم تقدر الجرارات الزراعية تتحرك عليه، تقدر العربيات اللي بتنقل المحصول تتحرك عليه، اللي بتنقل الأسمدة تتحرك عليه، بيفرق كتير مع أهالينا اللي موجودين في المناطق الريفية. بالإضافة طبعا للوضع البيئي والجمالي، يعني انتوا تتخيلوا منظر قبل وبعد بيبقى عامل ازاي، بتدي منظر حضاري وجمالي وبيئي. شكل الحشايش وشكل القمامة اللي موجودة، احنا حتى كوزارة ري ودي حاجة الحمد لله جميلة لاحظناها انه الناس بقت بتخاف على الترع. يعني شوفوا المنظر الترع دي اللي هي المؤهلة، انت لو ساكن في المنطقة دي انت اول واحد هتحافظ عليها لان انت شايف المنظر الجمالي ده، انت اول واحد هتحاول تحافظ عليه. لكن لو شفت المنظر دوت الناس كانت بترمي زبالة في هذا المنظر، بتقول لك انت شايفين المنظر عامل ازاي. تأثير كبير جدا بيئيا على في الحفاظ على المجرى المائي، بتحافظ على الترعة، بتحافظ على المنظر حتى اللي العين بتشوفه، بتفرق كتير جدا. طب انا كده ضمنت لما خلص هذا المشروع بإذن الله كمان 3 سنين، انا خلصت سنة قدامي 3 سنين شغل كمان، ضمنت ان انا عندي شبكة الترع هتقدر تاخد المية من بداية الرياحات او الترع الرئيسية توصلها لغاية المسقة. طب وبعدين دكتور اتفضل يا فندم. معلش بس عندي سؤال، هو دلوقتي احنا شايفين كلها ترع صغيرة، طب بالنسبة مثلا الترع الكبيرة جدا اللي عليها حشائش كتيرة وعليها زبالة كتير زي ده تمرتية مثلا، دي تهالي قد دول الاربع مرات كلهم. تمام، بص بالنسبة كل ترعة وليها حالتها، في ترعة اللي بتمر في المناطق السكنية، انت ذكرت ترعة المريوتية ودي اصلا جاري اعمال تطوير ليها وتغطية ليها حاليا. تم الاتفاق مع محافظة الجيزة ان في جزء كبير منها بالذات اللي هو اللي محصور بين شارع الهرم وشارع فيصل سيتم تغطيته بالكامل بطول حوالي 600 متر. خلوا بالكم ان في ترع كتيرة بتعاني من هذه المشكلة اللي بتعدي جوه المناطق السكنية. جميل؟ احنا قلنا الترع اللي هي الفرعية وانت نازل اصغر دي هيتم تأهيلها. الترع الكبيرة خلي بالك الترع الكبيرة في معظمها بيعدي وسط الارض الزراعية. انت لو تشوف الرياح التوفيقي، البحيري، الناصري، العباسي، ترعة مش عارف الباجورية، كل الترع الرئيسية بتمر في معظمها في منطقة أرض زراعية ما بيبقاش فيها حشايش كتيرة، أو حتى لو في حشايش بتبقى في الجوانب، ولكن القطاع الكبير قوي بيسمح للمية أن هي تعدي. مشكلة الترع الفرعية زي ما أنت شايف مثلا الصورة اللي قدامكم دلوقتي في البرزنتيشن، في حشايش في اليمين وحشايش في الشمال، بس هو أصلا القطاع المائي قد إيه عشان يبقى يعني اللي متساب بس هو حتة المجرى الصغير اللي في النص ده اللي بتعدي منه المية. الترعة الكبيرة زي ترعة الإسماعيلية وخلافه حتى لو كان فيه حشائش في الأجناب لكن القطاع المائي عريض بيوصل ممكن لعشرة وعشرين وثلاثين متر، فالمية قادرة تتحرك بسهولة في وسط المجرى المائي.
لكن المشكله دايما بتبقى في دي. طبعا زي ما انت بتقول في بعض الحالات ودي بيتم التعامل معها، يعني مثلا شفت ترعه المريوطيه اللي اتعملت عند الهرم، اتعمل فيها تطوير كبير جدا واتعمل لها كورنيش. فالحالات اللي زي دي بيتم التعامل معاها بحاله يعني مختلفه اخرى لحمايتها من انك تديها شكل جمالي وخلافه. ترعه المحموديه في اسكندريه، شفتوا محور المحموديه اللي اتعمل في اسكندريه؟ منظر جمالي وحضاري فوق الوصف. لو انتوا كنتوا مش عارف لو شفتوا في التلفزيون او على السوشيال ميديا صور ترعه المحموديه قبل وبعد، ازاي كانت مليانه حشائش و و و، ودلوقتي في اجزاء منها تم تغطيتها وفي اجزاء كانت مكشوفه واتعمل عليها كورنيش وكراسي والناس تعتبر متنزه للناس بتقعد عليه. فالحالات اللي زي دي بيتعامل معاها بيتم التعامل معاها على حد. انا دلوقتي وصلت الميه لغايه اول المسقه. طيب المسقه دي برضو عشان تبقوا عارفين، المسقه هي مسقه خصوصيه تعتبر مملوكه للفلاح. ولايه وزاره الري تنتهي عند بدايه المسقه. يعني كل الترع الرئيسيه والريحات طبعا والترع الفرعيه بكل درجاتها دي مسؤوليه وزاره الري. المسقه دي مملوكه للمزارعين، ولكن على الرغم ان هي تعتبر مسقه خصوصيه ومملوكه للمزارعين، احنا ابتدينا احنا ووزاره الزراعه مشروع ضخم جدا هكلمكم عنه لتاهيل حتى المسائي. طب ليه تاهيل المسقه؟ انا دلوقتي باهل الترع علشان اضمن ان الميه توصل لغايه اول المسقه. طب وصلت المسقه، انا عايز ااهل المسقه برضو عشان توصل لغايه ارض المزارع يقدر يسحب من المسقه دي الميه ويروي بيها الارض بتاعته. طيب اهلت المسقه، المزارع مازال بياخد الميه زي زمان بالطرمبه كده بيرفعها ويغرق الارض كلها بالميه اللي هو الري بالغمر. ده حاجه احنا متعودين عليها بقالنا الاف السنين، ولكن عدد السكان دلوقتي مش زي زمان واحتياجاتنا دلوقتي مش زي زمان. فلو انا احتياجاتي زادت قوي لازم أن اكون عندي الذكاء والقدره ان انا اتعامل مع هذه الزياده علشان اقدر اقلل كميه الميه اللي انا بستخدمها. ومن هنا جاء التفكير في ان انا كمان انا هظبط المجرى المائي واوصل لغايه الري الحقلي لغايه اول الارض. طب انا جوه الارض بقى هعمل ايه؟ هعمل ري حديث علشان ارشط كميه الميه اللي انا بستخدمها جوه الارض دي. هنشوف ازاي. طبعا انظمه الري الحديث اعتقد انكم عارفينها، يمكن طبعا اشهرها الري بالتنقيط والري بالرش. بالنسبه للاراضي القديمه عندنا في مصر، احنا بنتكلم عن ما يقرب من 6 مليون فدان من الاراضي القديمه الطينيه اللي موجوده في مصر دي، هنعتمد فيها على الري بالتنقيط، ودوت مناسب لطبيعة هذه التربة. طيب الري الحديث دوت بيفرق معايا أنا في إيه؟ الري الحديث بيفرق في حاجتين. أولا إن أنا برشط كمية المية المستخدمة، أكيد كمية المية اللي أنا بستخدمها في الري بالتنقيط أقل بكتير من المية اللي أنا بستخدمها في الري بالغمر. دي نقطة. النقطة الثانية المزارع هيقول طب وأنا هستفيد إيه؟ يعني أنت هتخليني أعمل شبكة ري في الأرض بتاعتي وخراطيم ومكنة عشان تضخ المية في الخراطيم دي وهتكلفني ومش عارف إيه. طب أنا مستفيد عشان ترشيد مية؟ أنا مالي، مش مشكلتي أنا ترشدوا مية ولا ما ترشدوش. لا، المزارع نفسه مستفيد. طب هيستفيد إيه؟ استخدام أنظمة الري الحديث بتحسن وبتزود الإنتاجية المحصولية، ودي بتجارب لمزارعين هم بنفسهم اللي بيقولوا هذا الكلام وهم اللي نفذوا أنظمة ري حديث في أراضيهم، زيادة في الإنتاجية المحصولية بحوالي 30-40%. كل ده بالنسبة للمزارع نفسه مكسب. أنا كنت مثلا بطلع سي 10 أرداب، بقيت بطلع 13-14 أرداب بنفس الأرض الزراعية. أنا ما زودتش المساحة بتاعتي، أنا عندي فدان كان بيطلع لي 10 بقى بيطلع لي 13، أنا كسبت، ما أنا هبيع أكتر. ده جانب. الجانب الآخر إن أنا بقلل التكاليف اللي أنا بدفعها في بداية الزراعة. بمعنى إيه؟ الأسمدة مثلا اللي كان بيعمله المزارع في الغمر بيعمل إيه؟ بيجيب شكاير الأسمدة وبيرميها على الفدان كله، بيرميها بيمسكها بإيده كده وبيقعد يرمي ويرش الأسمدة على كامل سطح الأرض. طيب في أنظمة الري الحديث ما بيعملش كده، بيجيب الأسمدة وبيحطها جوه مكنة الري نفسها،
بحيث ان الاسمده بتختلط بالميه اللي ماشيه في الخراطيم وبتنزل نقط الميه ومعاها هذه الاسمده. طيب هل دوت اقل؟ المزارع بيستخدم 40% من كميه الاسمده اللي كان بيستخدمها في الغمر، بدل ما هو بيغرق الارض كلها بيرش على الارض كلها اسمده، لا ده بيستخدم 40%، يعني اقل 60%، توافر كبير جدا في كميات الاسمده اللي هو بيستخدمها. الطاقه والعماله اللي كان بيستخدمها، العماله انت ممكن تجيب عامل واحد بس يروي لك الارض، ومش بس ده، ممكن يروي لك 20 30 فدان لعامل واحد انه مجرد بس بيشغل مكنه، على عكس قبل كده كان ممكن عشان نفس ال 20 30 فدان دولت بيستخدم عشرات العمال عشان يروي له الارض بتاعته. فبالتالي المزارع نفسه بيحس إذا ده أنا بدفع أقل في الأول وبكسب كمان أكتر في الآخر. الكلام ده إحنا بنوعي الناس بيه، هو إحنا كوزارة ري مش إحنا اللي بننفذ هذه الأنظمة، ده على عكس مشروع تأهيل الترع برضه عشان تبقى إيه المعلومة كاملة. دكتور مشروع تأهيل، اتفضل يا فندم. معلش بس إحنا كذا مرة نشوف برضه في البرامج التعليمية التلفزيون الرسمي ولا ان في مشكله دايما في عند الفلاح بالذات في حته السماد دي، ان الدوله بتدي له 5% من احتياج الارض للسماد وبيجيب 95% باين من السوق السوداء باربع اضعاف السعر. فانا عايز اعرف المشكله دي نظامها. بص انا والله انا مش هقدر ارد عليك في النقطه دي، لان المعني بيها وزاره الزراعه، يعني ان هم احنا كوزاره ري بنبقى مختصين بحته الميه فقط، لكن حتة الأسمدة والتقاوي والمبيدات والحاجات دي بالكامل تخص وزارة الزراعة، فأنا فعلا والله ما أعرفش إيه المشكلة القائمة عند المزارعين يعني. لكن مثلا طبقا للمعلومات اللي عندي، أنا ده مش تخصصي بصراحة، ولكن طبقا للمعلومات اللي عندي، حل هذه المشكلة بيتعمل دلوقتي حاجة اسمها كارت الفلاح. ده بيبقى عبارة عن كارت زي كارت الاي تي ام العادي دوت، بتتسجل فيه، وده فعلا وزارة الزراعة شغالة فيه دلوقتي، بتتسجل فيه بيانات المزارع بالكامل وكميات الأسمدة اللي هو يستحقها وكميات التقاوي وخلافه اللي هو يستحقها، وبيتحدد على أساسها بيروح من خلالها يصرف كمية الأسمدة بتاعته من الإدارة الزراعية. دي حاجة وزارة الزراعة شغالة فيها علشان تحل مشكلة الأسمدة والتقاوي. أنا بصراحة ما عرفتش تفاصيل أول إن هي دي تخص وزارة تانية، ولكن ده على حد معلوماتي يعني في الوقت الحالي يعني. طيب إحنا عملنا إيه لغاية دلوقتي في الرأي الحديث؟ يعني إحنا برضه أنا كل حاجة بقول لكم إحنا عملنا إيه وشغالين في إيه وهنعمل إيه بعد كده، للموضوع مش بس كلام يعني. إحنا زمان كنا يمكن بنتكلم كتير وما بنشوفش حاجة، لكن إحنا بقالنا سنين بنشتغل وبنقول للناس احنا بنعمل ايه فعلا على ارض الواقع، يعني احنا مش بنكذب على حد، بنقول تم كذا وجاري كذا وهنعمل كذا ان شاء الله. بالنسبة للتحول لانظمة الري الحديث، احنا في خلال سنة واحدة من سنة، يعني تقدر تقول من منتصف عام 2020 لغاية منتصف عام 2021، تم التحول في 1,000,000 فدان للري الحديث. مش احنا اللي عملناهم، ولكن احنا خلينا المزارعين يتحولوا للري الحديث. المليون فدان دولت كانوا في الأراضي الحديثة اللي هي الأراضي الجديدة اللي كانت أصلاً تعتبر مخالفة. المفروض الأراضي الجديدة دي بتروي عن طريق أنظمة ري حديثة، ما ينفعش إن هو يستخدم الري بالغمر في أرض رملية، لأن دوت فيه إهدار كبير جداً للمية. ولكن كان في مخالفين كان بيستخدم ري بالغمر، كان 1,000,000 فدان بيستخدموا ري بالغمر في أراضي رملية. إحنا في خلال سنة تم يعني إصدار إنذارات للمخالفين إنكم لازم تتحولوا إلى أنظمة الري الحديث، وإلا هتفرض عليكم غرامات تبديد للمية. وبالفعل في ما يقرب من 1,000,000 فدان من الأراضي الجديدة اللي كانت بتروي بالغمر تحولت للري الحديث، وده كان شيء مهم جدا جدا، لان كان الري بالغمر بيعمل يعني مشكله كبيره في هذه المناطق. 1,000,000 فدان دولت احنا كوزاره ري كنا مسؤولين عن 500,000 منهم، ووزاره الزراعه كانت مسؤوله عن 500,000 الاخرى، وتقريبا 1,000,000 فدان دولت انتهوا بالفعل وتحولوا للري الحديث. احنا كنا مسؤولين مثلا عن 7 محافظات، شمال سيناء، مطروح، اسكندريه، فيوم، بني سويف، المنيا، اسوان، و وزارة الزراعة كان مسؤول عن 500,000 فدان أخرى
من الأراضي الجديدة. طيب كده احنا كل الأراضي الجديدة في مصر بتستخدم أنظمة ري حديث تقريبا. الأراضي الجديدة في مصر بتستخدم أنظمة ري حديث. الأراضي الجديدة دي في أي محافظات بالظبط؟ خاطر كذا مرة نتسأل السؤال ده. بص عليك مثلا تقريبا في معظم محافظات الوادي والدلتا. انت عندك لو استنى انا بس انا همشي كده اجيب لكم خريطه، او انتوا شايفين في الخريطه دي هتلاقوا في الاجزاء الغربيه في غرب الدلتا اللي هي بعد ترعه النبريه دي، دي كلها بتعتبر اراضي بنسميها اراضي جديده. والمناطق اللي في الشرق دي اللي هي بعد مصرف بحر البقر اللي معمول بخط اخضر دوت، دي منطقه الصالحيه، دي برضو تعتبر اراضي جديده. الأراضي القديمة مقصود بيها الأراضي الطينية اللي كانت موجودة من أيام الفراعنة لغاية مثلاً 60-70 سنة فاتوا. ابتدى تحصل توسعات كبيرة من أيام من بعد 1950 ولغاية دلوقتي، اللي هي في منطقة النبارية ومنطقة الصالحية وخلافه، وكمان في منطقة الوادي كلها غرب المنيا وغرب بني سويف، في مناطق كتيرة معرفش اسمها مزورة وسقولة ومناطق زي كده موجودة في غرب الوادي، وفي مناطق في الفيوم. كل دي ما هياش أراضي طينية، دي أراضي كانت صحراوية الناس خدتها وزرعتها، ولكن المشكلة إن هي زرعتها باستخدام الري بالغمر، وده طبعا كان بيهدر مية كتير. دي الأراضي الجديدة. الأراضي القديمة بقى في مصر بنتكلم على حوالي 6 مليون فدان. الستة مليون فدان دولت دي أراضي طينية قديمة بنستخدم معاها الري بالغمر اللي هي المرحلة الثانية. الستة مليون فدان دولت قسمناهم لجزئين. أولاً الستة مليون كلهم هنعمل فيهم المسائي. خلي بالكم أنا في هذا المشروع أنا بتكلم على حاجتين، إن أنا بعمل ري حديث في الأرض وبعمل تأهيل للمسقى. جميل؟ الاثنين دولت يخصوا الفلاح، المسقى بتاعت الفلاح والأرض بتاعت الفلاح، مطلوب منه يأهل المسقى بتاعته ومطلوب منه يعمل ري حديث في الأرض بتاعته. طيب المساحة دي تقترب من كام؟ من 6 مليون فدان. الستة مليون دولت بالكامل هعمل فيهم تأهيل مسائي. جميل؟ طيب الري الحديث في منهم ما يقرب من 200-300 ألف معمولين ري حديث. خلاص دول فعلا في ناس بجهودهم الذاتية عاملين ري حديث. وفي 2 مليون مش هعمل فيهم ري حديث خالص وهقول لكم ليه. والباقي حوالي 3.7 من 10 مليون دولت اللي هعمل فيهم ري حديث. تاني انا عندي 6 مليون اراضي قديمة. جميل؟ ال 6 مليون بالكامل هعمل لهم تأهيل مسائي. طيب خلاص بالنسبة للري الحديث 3.7 من 10 مليون هعمل لهم ري حديث، و 300 ألف تقريبا معمول لهم لوحدهم ري حديث من خلال الأهالي، و 2 مليون مش هنعمل لهم ري حديث. ليه مش هنعمل لهم ري حديث؟ لأن دولت هم ال 2 مليون فدان اللي موجودين في شمال الدلتا. المنطقة دي ما ينفعش أعمل فيها ري حديث، لازم تفضل تتروي بالغمر. ليه لازم تتروي بالغمر؟ هجيب لكم معلش خريطة تاني. الجزء الشمالي من الدلتا اللي هو قصاد البحر المتوسط، الجزء دوت لازم يفضل يتروي بالغمر. ليه؟ لأنه البحر المتوسط المية المالحة بيحصل نوع من الاتزان بين المية الرشح اللي نازلة من الأراضي الزراعية ومن الترع والمصارف ونهر النيل، بتكون طبقة من المية الجوفية موجودة تحت الجزء الشمالي من الدلتا. وفي نفس الوقت البحر نفسه، وده حاجة طبيعية، بيحصل رشح للمية المالحة تحت سطح البحر. لازم يبقى فيه كمية مية كتيرة شوية من المية العذبة تعمل نوع من التوازن مع المية المالحة اللي جاية من البحر. الكلام ده بيحصل تحت في الطبقات اللي تحت على أعماق مثلا 10 متر و 20 متر، توازن بين المية العذبة اللي في شمال الدلتا تحت الأرض مع المية المالحة اللي تحت البحر. فبالتالي أنا لو عملت ري حديث في شمال الدلتا هيحصل إن مية البحر هتتداخل مع المية العذبة وهتعمل تملح للأبار الجوفية، وممكن كمان تعمل تملح للأراضي الزراعية.
فعشان كده الجزء الشمالي بزمام حوالي 2 مليون في شمال الدلتا مش هقدر اعمل فيه ري حديث. فبالتالي اللي فاضل لي هنا بتكلم على كام؟ 3.7 مليون فدان هعمل انا فيهم ري حديث، الى جانب 6 مليون فدان بالكامل هعمل لهم تاهيل مسائي. طيب انا قلت لكم ان الكلام دوت ملك للاهالي، المسأة بتاعه المزارع والارض الزراعيه بتاعه المزارع. من حوالي ما يقرب من 3 شهور كده تم توقيع بروتوكول بين وزارة الري، وزارة الزراعة، وزارة المالية، البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري. البروتوكول دوت بيقول إيه؟ إن إحنا هنقدم دعم مالي وفني للمزارعين علشان يأهلوا المسائي بتاعتهم ويعملوا ري حديث في الأراضي بتاعتهم. بمعنى إيه؟ إن المزارع هيروح ياخد قرض من البنك الأهلي أو من البنك الزراعي علشان يعمل تأهيل للمسأة بتاعته ويتعاقد مع أحد الشركات أو المقاولين ينفذ له ري حديث في أرضه. القرض دوت ما يقرب من 15,000، حوالي 5,000 للمسأة و 10,000 للري الحديث. وزي ما قلت لكم من شوية واحد هيقول طب وأنا إيه اللي خليني أنا كمزارع أتكلف 15,000؟ أنت صحيح هتتكلف 15,000، أنت هتاخدهم وهتنفذ بيهم هذا التحديث في الأرض وفي المسأة وهتسددها على 10 سنين، يعني كل سنة تدفع 1500 بس. 15,000 هتسددهم للبنك على 10 سنين، وبعد ما تنفذ بسنة، يعني مش هتبتدي تسدد إلا بعد ما تنفذ التأهيل اللي عندك في الأرض وفي المسأة، بعديها بسنة هتبتدي تسدد القسط اللي عليك ومن غير فوائد. الدولة هتتحمل الفوائد، يعني دوت قرض مفروض عليه فايدة، الدولة دعما للمزارعين قالت أنا اللي هتحمل الفايدة، وهي الدولة اللي هتدفعها للبنوك. يعني كل المطلوب منك هتدفع في السنة 1500 جنيه. في المقابل واحد يقول طب وأنا ليه اللي يجبرني أنا أعمل كده واتكلف 1500 جنيه في السنة؟ أنت هتكسب آلاف الجنيهات من الري الحديث، لأن زيادة في الإنتاجية 30-40%، ونقص في الأسمدة، ونقص في العمالة، ونقص في الطاقة، انت هتكسب اكتر من ال 1500 ولا 10 اضعاف. خلي بالك انا بكلمك مكسب في الزرعه الواحده، المزارع بيزرع زرعتين او ثلاثه. في ناس اصلا من اللي عملوا ري حديث بقى بيقولوا ان احنا ساعات بقينا لما عملنا ري حديث ووفرنا في مساحه الارض بعد ما شلنا المراوي الصغيره اللي جوه الارض، بقينا بنزرع محصولين على بعض، يعني بنزرع محصول وفي المسافات اللي بينهم بنزرع محصول تاني. كميه المحاصيل بتزيد وجودة المحصول بتزيد، وفي ناس ابتدت تصدر محاصيل. لو تقارن ده بالمكسب بالتم القسط بتاعك اللي هو 1500 جنيه، يعني المزارع هيكسب 10 أضعاف القرض اللي هو واخده. بالإضافة إن إحنا كلنا على بعض هنكسب، إحنا كدولة وكشعب كلنا هنكسب، إن إحنا بنرشد المية اللي إحنا بنستخدمها، وفي نفس الوقت إن إحنا هنقلل كمية وهنزود كمية المحاصيل اللي بتطلع من نفس الزمام. احنا حتى من غير ما نزود الأراضي الزراعية بيطلع لنا نفس، بتطلع لنا كمية اكتر من المحاصيل. الوزارة عملت، انا مش عايز اطول اكتر في النقطة دي، الوزارة عملت ندوات كتيرة للتوعية بين المزارعين في كل المحافظات علشان يشرحوا الكلام اللي انا كنت بقوله لكم من شوية. وكان المزارعين بنفسهم هم اللي بيطلعوا يتكلموا، المزارع اللي عامل رأي حديث هو بنفسه اللي بيطلع وبيقول أنا كسبت كذا وبقيت بعمل كذا وكنت بطلع مثلا 10 أرداب بقى بيطلع لي 15 أرداب. بتفرق كتير لما المزارعين نفسهم بيسمعوا مزارع زيهم وجارهم هو اللي بيتكلم معي. ودوت برضو شايفين شكل المسائي قبل وبعد التأهيل ازاي المسأة كانت مخنوقة بالحشايش وبالمخلفات وخلافه، وازاي ده بقى منظرها بعد عملية التأهيل، بقى فعلا في مجرى واضح. بالإضافة كمان خدوا بالكم لما بتعمل المسأة كده بشكل رأسي في مساحات من الأرض برضو بتتوفر. فاكرين زي ما قلنا في الترع بتقدر توسع الأرض الزراعية بتاعتك، بتقدر تعمل طريق تحرك عليه المعدات بتاعتك، فأنت كمان بتكسب من الناحية دي. ودي برضو صور تانية المسائي تم تأهيلها. طيب ده بقى مشروعين من أهم المشروعات اللي أعتقد يعني كل الناس سمعت عنهم، مشروع الدلتا الجديدة ومشروع محطة بحر البقر اللي الرئيس افتتحها من حوالي شهر.
احنا في عندنا في شرق الدلتا زي ما باين في الخريطة مجموعة من المصارف الكبيرة، يمكن أكبرها وأهمها مصرف بحر البقر لو أنتوا شايفينه في شرق الدلتا، ودوت بادي تقريبا من قرب القاهرة لحد مكان بيرمي في بحيرة المنزلة. المصرف دوت من أكبر المصارف الموجودة في مصر، وكان بيعمل تلوث كبير جدا في بحيرة المنزلة، وطبعا كان ده يعني بيمثل خطورة كبيرة على البحيرة ودمر بشكل كبير الثروة السمكية في البحيرة. وزارة الزراعة ومعها وزارة الري ابتدوا أعمال تكريك، وعملنا بوغاز جديد فتحناه بنفتح البحيرة على البحر عشان ندخل مية البحر وتجدد البحيرة، ولكن ما زال السبب الرئيسي اللي عامل المشكلة وهو مصرف بحر البقر اللي بيرمي كل ميته على هذه البحيرة. اتعمل مشروع كبير جدا وهو إنشاء محطة معالجة بحر البقر اللي انتوا لو واخدين بالكم هتلاقوها موجودة شرق قناة السويس، هتلاقوا في دايرة بيضاء كده مكتوب عليها محطة معالجة بحر البقر. اتعمل مسار بياخد المية من مصرف بحر البقر وبينقلها في صحارات ترعة السلام تحت قناة السويس، والمية دي بتطلع على المحطة بتاعت معالجة بحر البقر. المحطة دي هي أكبر محطة للمعالجة في العالم. المية دي عبارة عن مية صرف زراعي ومختلط فيها مياه صرف صحي مرمية من القرى المحيطة بالمصرف وخلافه. كل المية دي بتتحط أو بتدخل في محطة معالجة بحر البقر وبتخرج منها بعد معالجتها بشكل يصلح للزراعة. احنا بنتكلم على 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، يعني بنتكلم على لو هنضربها في بشكل متوسط كده في 365 بنتكلم على أكتر من 1.7 يمكن مليار متر مكعب أو ما يقرب من 2 مليار. بنتكلم على مورد مائي كبير جدا، وده اللي احنا كنا بنقوله في محاور الخطة القومية، إن أنا عايز أدور على مورد مائي جديد أعتمد عليه علشان أسد جزء من العجز اللي عندي. طيب المية اللي هتطلع لي من المحطة دي هعمل بيها إيه؟ هزرع بيها، شايفين المناطق الصفرة دي اللي موجودة في شمال سيناء ووسط سيناء، دي الأراضي بما يقرب من حوالي 500,000 فدان هيتم زراعتهم من خلال المية المنتجة من محطة المعالجة بتاعت بحر البقر اللي هي المناطق الصفرة اللي انتوا شايفينها دي. نفس الفكرة موجودة في غرب الدلتا، شايفين مجموعة المصارف الموجودة في غرب الدلتا، تعالوا كده على آخر الخريطة شمال هتلاقوا مجموعة من المصارف. المصارف دي هيتم أيضا تجميع كمية المية اللي موجودة فيها، وهي أيضا مية صرف زراعي مختلط بيها مياه صرف صحي مرمية من القرى وخلافه، وهيمشوا في شايفين المسار اللي هو اللي بالخط الأحمر اللي فيه دوتس صفرة دي بتنتهي عند محطة معالجة هتكون أو مش هو جاري إنشائها بالفعل دلوقتي على طريق وادي النطرون اللي هو طريق اسكندرية القاهرة وادي النطرون. المحطة دي طاقتها 7.5 مليون متر مكعب. المحطة دي حتى أكبر لما هتخلص إن شاء الله هتكون هي الأكبر في العالم. يعني عندنا دلوقتي محطة بحر البقر هي الأكبر على مستوى العالم بخمسة وستة من عشرة مليون متر مكعب في اليوم. محطة الحمام دي لما هتخلص اللي في غرب الدلتا هتبقى أكبر منها 7.5 مليون متر مكعب. 7.5 مليون دي سيتم من خلالها استصلاح حوالي 700-800 ألف فدان في منطقة الدلتا. شايفين المساحة الصفراء الكبيرة دي جدا، دي هي الدلتا الجديدة، دي بنتكلم على حوالي 1.5 مليون فدان أو أكتر. هتعتمد على محطة المعالجة بتاعة الحمام 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، وهتعتمد أيضا على كميات من المياه الجوفية الموجودة في منطقة المشروع، بالإضافة لكمية مياه أيضا سيتم الحصول عليها من الرياح الناصري لاستصلاح ما يقرب من 2 أو 1.5-2 مليون فدان في الدلتا الجديدة. لما نتكلم هنا على مورد مائي ما كناش بنستفيد منه كمية كبيرة من المية، مية المصارف اللي كانت عاملة تلوث بناخدها بنعالجها وبنستصلح بيها ملايين من الأفدنة عشان نسد جزء من العجز الغذائي والعجز المائي اللي موجود عندنا. خلي بالكوا احنا بنتكلم هنا المشروعات دي بتقترب تكلفتها من 100 مليار جنيه، نتكلم على مبالغ هائلة. أنا كنت بقول لكم في البداية إحنا بنتكلم على عشرات المليارات بتتصرف، المشروعات دي 100 مليار جنيه تقريبا
إلى جانب مشروعات أخرى زي المحسمة وغرب السويس وخلافه، ولكن إحنا مركزين على أكبر مشروعين عندنا هما بحر البقر والحمام. إلى جانب دوت إحنا قلت لكم في محطتين كبار، لا ده في كمان خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا إحنا أنشأنا بالفعل 430 محطة خلط وسيط. إيه المحطات الخلط الوسيط دي؟ زي ما أنتوا شايفين كده أنا في عندي هنا مصرف وعندي ترعة، الترعة دي بتعاني من مشكلة في نقص كمية المية اللي موجودة فيها، فأنا باخد المية من المصرف من خلال إنشاء محطة اللي هي الدايرة السوداء الكبيرة دي، باخد المية من المصرف وبغذي بيها الترعة وبسيب المية يتم خلطها بشكل طبيعي بينهم هما الاثنين، وأقدر إن أنا استخدمها في الزراعة. على الخريطة الكبيرة دي شايفين النقط الصفراء الكتيرة دي هي مواقع 430 محطة خلط، وهتلاقوها طبعا معظمها بيتركز في شمال الدلتا وفي الفيوم وبني سويف اللي تعتبر أكتر مناطق في مصر عندها مشاكل مائية وعندها ترع كتيرة عندها مشاكل. فحلينا هذه المشكلة من خلال أن أنا باخد المية من المصرف برميها في الترع، ال 430 دولت خلصوا خلاص. وعندكم مثلا دي خريطة لنموذج لأحد هذه المحطات، مثلا عندي في مصرف عزام وعندي ترعة الجمهورية، باخد المية من مصرف عزام لتغذية ترعة الجمهورية. من المتوقع أن مصر هتبقى الأعلى في معدلات الاستخدام على مستوى العالم بعد ما نخلص مشروع محطة الحمام، هتصل نسبة إعادة الاستخدام ل 45%، ودي هتعتبر الأعلى على مستوى العالم، لأن إحنا من أكتر الدول اللي عندها شح مائي على مستوى العالم، وبالتالي إحنا أكتر دولة محتاجة تعيد استخدام المية عندها وتدور على موارد مائية إضافية. طب في قضية مهمة جدا جدا وهي التغيرات المناخية، ويمكن في ناس كتير لما بتسمع في وزارة الري بيتكلموا عن التغيرات المناخية بتقول بالبلدي كده وانتوا مالكوا، يعني تغيرات مناخية يعني الجو حر ومنسوب سطح البحر، انتوا بتوع الري مالهم بالموضوع ده؟ لما هنشوف مع بعض التغيرات المناخية بتعمل ايه في الموارد المائية هتعرفوا أهمية انه لازم يبقى فيه دور مهم جدا. ده بالعكس ده احنا اكبر يعني حاجة متأثرة بالتغيرات المناخية هي المية. بعد اول ما بتيجي في دماغك تقول لك الدنيا بقت حر، الاحتباس الحراري مش عارف ايه، ده الشواطئ ده كذا ده كذا، لا المية وازاي التغيرات المناخية دي بتعمل لنا مشاكل في المية. اول حاجة انتوا فاكرين من حوالي سنتين بالظبط، كان قبل الكورونا على طول، قبليها بحاجة بسيطة، كان يوم دكتور الصوت راح يا دكتور. دكتور هو حضرتك اتعمل لك ميوت تقريبا، هو الصوت راح يا دكتور. شباب هو راح عندنا بس ولا عند كله؟ لا عندنا كله. دكتور الصوت قطع يا دكتور. في حد رافع ايده عايز يسألني حاجة؟ يا دكتور
صوت قاطع، صوت قاطع بقاله دقيقتين تقريبا. لا انا قصدي دلوقتي في حد رفع ايده، هو ده السبب يعني ان طب دلوقتي الصوت موجود ولا مش موجود؟ لو حضرتك مشغله فهو لازال مش موجود. طب شوف كده دلوقتي شغال. والبيئة والصحة وزارات كتيرة مشتركين مع بعض في الجروب دوت، وحتى رئيس الوزراء نفسه موجود في هذا الجروب على الواتس. التحذير دوت بيتذاع كل يوم على الواتس لجميع هؤلاء المسؤولين، حوالي 300 من أكبر المسؤولين في البلد. يا دكتور لو حضرتك ينفع عشان انا اقول لك خلي بالك يوم السبت بس اللي فات في امطار خفيفه، في امطار خفيفه، في امطار خفيفه، ممكن في يوم ما فيش امطار خالص، ممكن في يوم امطار متوسطه، ممكن امطار شديده ستتساقط على محافظه مطروح. ساعتها محافظ مطروح هيبقى عارف ان في كميه كبيره من الامطار ستتساقط في المكان الفلاني، في امطار غزيره هتتساقط على منطقه دهب في جنوب سيناء، فيبقى محافظ جنوب سيناء عارف ان في مطره كتيره هتنزل على المخرات اللي في دهب علشان يتصرف مع المنشآت اللي موجودة في منطقة دهب وهكذا. هوريكوا ازاي. واحنا عندنا كمان شبكة رصد أمطار دي تبع وزارة الموارد المائية والري، وبترصد الأمطار الموجودة. خلي بالكم الخريطة دي بصور أقمار صناعية، دي مش دي حاجة من خلال صور الأقمار الصناعية ونماذج رياضية بنتنبأ بحدوث الأمطار قبلها ب 72 ساعة. يعني انا مش بستنى المطره تحصل واقول الميه المطره هي، لا قبليها ب 72 ساعه انا بيبقى عندي الخريطه دي وبعرف خدوا بالكم يا جماعه كمان 3 ايام في امطار غزيره ستتساقط على المنطقه الفلانيه. دي شبكه رصد امطار بترصد الامطار اللي حصلت لي فعليا، بتقيس دلوقتي المطره قد ايه، وبستفيد انا بعمل ريكوردنج للبيانات بتاعتي. طيب الكلام اللي كنت بقوله لكم، طيب المطره اللي بتتساقط دي، طب انا هستفيد ايه؟ يعني ما تقول لي كمان 3 ايام الميه في 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 مطره كتير هتنزل على الدلتا، طب انا هستفيد ايه يعني من المعلومه دي؟ فاكرين في 2015، شاف حد فيكم يتذكر اللي حصل في 2015؟ كان في مطره غزيره جدا تساقطت على الدلتا، وبالذات في منطقه غرب الدلتا اللي هي محافظه البحيره واسكندريه، والمية طلعت من المصارف ومن الترع وغرقت الأرض الزراعية وغرقت البيوت. الكلام ده حصل في 2015. طيب واحد يقول طب ويعني وانت لو كنت عارف قبلها كنت هتعمل ايه؟ لو كنت هقدر اعمل، هعمل ايه؟ لما بعرف ان في مطرة غزيرة نازلة على منطقة ما في الدلتا، على طول قبليها بثلاث ايام بخفض كل مناسيب المية في الترع والمصارف في المنطقة دي. ليه؟ عشان المطرة الغزيرة دي لما تتساقط على الأرض الزراعية، الأرض الزراعية هتتشبع بالمية، المية الزيادة هيحصل فيها إيه؟ هتبتدي تندفع وتجري على الأرض، تترمي في الترع في المصارف، هي عايزة لها مكان تروحه، هتروح يا الترع يا المصارف. تخيلوا بقى معايا لو هذه الترع أو المصارف كانت مليانة، هيحصل إيه؟ المية هتبتدي تعلى في الترع والمصرف وتبتدي تغرق البيوت وتغرق القرى والأراضي الزراعية والطرق وخلافه. لكن لو أنا أصلاً مخفض المناسيب في الترع وفي المصارف، المية هتنزل فيها وتبتدي تمشي. في نفس الوقت أنا عندي محطات رفع على الترع وعلى المصارف، وعندي محطات طوارئ نقالي. محطات الرفع على الترع والمصارف دي محطات كبيرة ثابتة، دي منشأ كبير كده، مبنى كبير، خرسانة ثابت وجواه 4 ترمبات 6 ترمبات، بترفع المية من الترع او المصرف، بترميها على ترعة تانية، مصرف تاني، على بحيرة مش عارف ماريوت، على بحيرة ادكو، على المنزلة، على كذا، على حسب. في عندي كمان ترمبات نقالي، تبقى ترمبات متحركة اقدر الحق ده في مصرف مليان على اخره والمحطة شغالة على اخرها ومش مكفية، اقوم بسرعة اجري بالعربيات بينقلوا المحطة دي على المصرف، تسحب المية من المصرف ده وترميها على أقرب ترعة تانية تكون فاضية أو أقرب بحيرة أو خلافه. فبالتالي أنا من خلال مركز التنبؤ لما بعرف إن في مطرة شديدة على الدلتا بخفض المناسيب في الترع والمصارف في الجزء اللي هيحصل فيه الأمطار دي. طيب في جبال البحر الأحمر، الخريطة اللي على الشمال دي جبال البحر الأحمر، الأودية اللي في جبال البحر الأحمر نوعين، في أودية بتتحرك ناحية الشرق بتترمي في البحر الأحمر، وأودية بتتحرك ناحية الغرب بتترمي في على نهر النيل نفسه على منطقة الصعيد والوجه القبلي. طيب
تعاملي مع دي غير تعاملي مع دي. ليه؟ المصائل الأودية اللي بترمي على نهر النيل أنا بعتبرها مصدر إضافي، أنا بستفيد منه، كمية مية كويسة نازلة من على الجبال بتوصل لغاية نهر النيل، بس أنا دوري في حاجة، أنا مش سايبها تنزل وخلاص، أنا لازم كوزارة ري بعمل تنظيف لهذا المخر عشان أضمن إن ما فيهوش حاجة، لو في حد مخالف وبنى جوه المخر بشيله، وفي نفس الوقت بضطر في بعض المواقع أعمل بعض أعمال صناعية بسيطة زي سدود توجيه عشان أخلي المية تتحرك في اتجاهات معينة عشان إيه ما تأذيش بعض المناطق، يعني بتحكم في اتجاه سريان المية عشان أوجهها في النهاية تنزل على نهر النيل. طيب الأودية اللي ما بتتحرك ناحية الشرق بتترمي في البحر الأحمر أو في شبه جزيرة سيناء، سيناء ما فيهاش نيل، فيا إما أودية زي وادي العريش، وده وادي كبير موجود في وسط سيناء وبيرمي عند مدينة العريش، بيرمي على البحر المتوسط شمالا، أو أودية موجودة في جنوب سيناء بترمي على خليج السويس أو خليج العقبة. الأودية دي هعمل فيها إيه؟ دي بعمل أنا سدود في هذه المخرات قدامها بحيرات صناعية بتجمع المية دي جواها علشان ما تنزلش، لو المية دي كملت في المخر يا إما هخسرها للأبد لأنها تترمي في البحر، أو تلاقي في طريقها قرية سياحية أو طريق أو أي منشأة تقوم إيه مدمرات. خلوا بالكم المية دي بتبقى كمية كبيرة ومندفعة بسرعة تصل لمية كيلو متر في الساعة، فاندفاعها ده بيخليها تدمر أي شيء، لو في طريق هتدمره، لو في خط كهرباء هتقطعه، لو في أي حاجة هتدمرها. شمال الجزء الشمالي ده بتاع محافظة مطروح اللي باصص على البحر المتوسط، الجزء ده فيه أودية صغيرة ولكن المناسيبك مش عالية قوي، مفيش جبال، هي هضبة مش مرتفعة قوي، فمعمول خزانات أرضية في نهاية هذه الأودية، المية بتبقى ماشية بس باندفاع مش كبير وبتتجمع في الخزانات دي. أنا هوريكم بس أنا أقصد إيه. أولاً الجزء بتاع الدلتا اللي كنت بحكي لكم من شوية، إزاي إن أنا عندي محطات كبيرة بستفيد منها علشان ترفع المية في حالات الطوارئ. أنا بعد المشكلة اللي حصلت في الدلتا اللي قلت لكم عليها في غرب الدلتا في 2015 والغرق الكبير اللي حصل، عملنا مجموعة محطات عملاقة، 9 محطات، علشان أضمن إن الكارثة دي ما تحصلش تاني. والحمد لله في 2016 أو 17 حصل كمية أمطار على غرب الدلتا أكتر من اللي حصل في 2015، والحمد لله ما حصلش غرق. ليه؟ لأن أنا كنت شغلت المحطات بتاعتي بأقصى طاقة وزبطت المصارف بتاعتي وزبطت الترعة بتاعتي وقللت فيهم المناسيب، ما حصلتش أي مشكلة. طيب أنا بعمل في مخرات السيول منشآت زي ما أنتوا شايفين سدود إعاقة، شايفين أنتوا صورها وشايفين البحيرات اللي بتتجمع قدامها. البحيرات دي واخدين بالكوا دي كلها مناطق صحراوية، أنا بستفيد من المناطق دي، أنا بتكلم على البحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، البدو في المناطق دي بيستفيدوا من هذه المية في إن هي بتعملهم نوع من الاستقرار، البدو على طول بيتحركوا وراء المية، بياخد الأغنام بتاعته أو الماشية اللي معاه وبيتحرك وبيتنقل، لما بيلاقي مصدر مية، المية دي ممكن تقعد لها 2-3 سنين في هذه البحيرة، فبيستقر في هذه المنطقة. فكمان المية بتترشح بشكل طبيعي من البحيرة دي وبتغذي الخزان الجوفي، فلو البدو عندهم أبار في المنطقة هتلاقي إيه المية شغالة في الأبار ومفيش مشكلة. دي بشكل سريع كده عشان ما طولش. انت عندكم ادي محافظات الوجه القبلي، في 117 مخر بيرموا على الوجه القبلي على وادي النيل، الوزارة بتقوم بتنفيذ أعمال تطهير ليها وبعض الأعمال الصناعية عشان توجه المية، ودي صور لأعمال بيتم تنفيذها في جميع المحافظات، بتكلم جنوب سيناء وشمال سيناء وخلافه والبحر الأحمر ومطروح وخلافه، متكلم على 1500 منشأ الوزارة بنتهم خلال السنين اللي فاتت. نقطة تانية في التغيرات المناخية، بنتكلم على ارتفاع منسوب سطح البحر. شايفين الخرائط دي؟ الخريطة اللي فوق بتمثل الوضع الحالي للدلتا، الخريطتين اللي على اليمين اللي تحت دولت يمين وشمال، اللي على اليمين دي بتوري لك ايه المناطق اللي ممكن تغرق في الدلتا لو بس البحر المتوسط دكتور.
دكتور. يا دكتور دكتور مفيش صوت، في حد عامل ميوت للدكتور اللي بيتكلم ده؟ يا دكتور يا رجالة، هو الصوت شغال كده ولا ايه؟ ولا عندي مشكلة أنا؟ لا ما فيش صوت. لا مش يا أستاذ. طيب بسبب إيه المشكلة يا جماعة؟ الصوت يا دكتور، الصوت راح. الصوت راح. طب ثانية واحدة كده. نشوف دلوقتي ها؟ الأمواج العنيفة اللي كانت بتضرب الاواعي أيوة. بتاعه القلعه والمنطقه المتخيلين رجع اللي جنب القلعه دوت لو انهار أيوة. القلعه هتقع نعم بالكامل تمام. لو عملنا الصوره اللي انت شايفينها على الشمال دي اعمال حمايه. لا مش سامع. ممكن توطي الصوت شويه؟ ممكن توطي الصوت شويه؟ نوطي الصوت؟ ايوه شويه بس عشان عالي جدا. نوطي؟ حاضر نسلك كده ها كده كويس بحيث البلوكسات الخرسانيه الكبيره دي هي اللي بتاخد الصدمة بتاعت الموجة، بدل ما صدمة الموجة تخبط في الكورنيش أو تخبط في المنشأ. تمام تمام. الشخصيات الخرسانية دي هي اللي بتاخد الصدمة. أيوة تمام تمام. المنشأ اللي احنا عايزين نحميه. نفس الشيء مثلا ده حاجة اتعملت في خليج أبو قير وفي صور كتيرة جدا. في مشروع لسه شغالين فيه مؤخرا إن احنا بنستخدم طرق صديقة للبيئة. دي بتبقى طرق أقل في التكلفة وطرق بسيطة جدا، عبارة عن ان انا بستخدم خوص زي ما انتم شايفين كده بيتحط بامتداد الشاطئ، وبعدين بشكل طبيعي مع حركة الرياح وحركة المد والجزر البحر والهواء بيجيبوا الجزيئات بتاعة الرملة وبتبتدي تتجمع بين الخوص دوت. زي ما انتم شايفين الخوص دوت، الصفين بتوع الخوص في بينهم رمل بيتجمع. بعد فترة الرمل دوت بيعمل حاجز عالي مرتفع قصاد البحر، بيعلى متر 2 متر بشكل طبيعي. أنا مش أنا اللي جايب الرمل دوت، مش أنا بجيب شاحنات وبنقله وبرمي، لا ده المد والجزر مع حركة الرياح هي اللي بتجمع الرملة دي بشكل طبيعي. فبالتالي أنا تقريبا مش متكلف أي حاجة وغير الخوص دوت، وسايب الطبيعة تشتغل لوحدها وتعمل لي هي حاجز بطول الشاطئ يحمي المنطقة دي بارتفاع متر ونص مترين، بحيث انه لو حصل اي ارتفاع في منسوب سطح البحر يبقى الحاجز دوت موجود ويحميها. المشروع دوت متنفذ في محافظة كفر الشيخ. كان الطريق الساحلي اللي موجود في محافظة كفر الشيخ، وده طريق مهم جدا بادي من بورسعيد لغاية اسكندرية ومكمل بعديها، طريق مهم جدا. كان في وقت الشتاء الامواج بتعدي وبتضرب الطريق، كان
نتيجة ارتفاع وشدة المية كانت بتدخل على الطريق نفسه بتغرق الطريق وكانت بتقطع الحركة المرورية على الطريق دوت. وكان في هناك محطة كهرباء كبيرة وفي مصنع كبير كانوا مضرورين من تأثير المية. لما المشروع دوت اتنفذ عمل حاجز طبيعي حمى الطريق وحمى محطة الكهرباء وحمى المصانع. المية الجوفية معلش أنا طولت عليكم بس قربت أخلص. المية الجوفية معلش في معلومة يعني الناس دايما بتتكلم عليها إنه إحنا عايمين فوق بحر من المية الجوفية، إحنا عندنا آلاف المليارات تحت الأرض. المعلومة دي خاطئة تماما تماما تماما. إحنا عندنا في خزانات جوفية تحت الأرض، ولكن كميتها قد إيه؟ أسحب منها قد إيه؟ هو ده السؤال. الموضوع مش ببساطة، احنا مش عندي بحيرة تحت الأرض ومشغل ترومبة وعمال بسحب. الخزانات دي محتاجة دراسة، ودي دراسة احنا شغالين فيها بالفعل حاليا، خلصنا المرحلة الأولى منها وشغالين في المرحلة الثانية بالتعاون مع دكاترة أفاضل من جامعة القاهرة. الهدف منها ايه؟ ان انا عايز اعمل مشروع تنموي في الصحراء الغربية في اي مكان. طيب السؤال هنا فين وهسحب مية قد ايه؟ طب انا هزرع 50,000 فدان ولا 100,000 ولا مليون ولا 10,000 ولا كام؟ وهزرع ايه؟ هزرع حاجة بتستهلك مية قليلة ولا اكتر شوية؟ هزرع حاجة تستحمل الملوحة ولا مفيش داعي؟ طب انا كمستثمر لما تيجي تقول لي هدي لك 200,000 فدان تستصلحه، انا هصرف عشرات الملايين. ما انا هعمل بنية تحتية وهعمل بيوت للعمال اللي هيشتغلوا وهعمل ومحتاج طريق عشان يوصلني للأرض دي ومحتاج نقل ومحتاج طاقة كهربائية ومحتاج شبكة ري ومحتاج كذا وكذا وكذا. اعمل مشروع اتكلف عليه عشرات الملايين ويمكن مئات الملايين كمان، وبعديها بعشر سنين المية تخلص او المية تملح. يبقى انا كمستثمر انا هروح اشتغل لك ليه؟ انت بتضحك عليا. وبالتالي الموضوع مش بهذه البساطة ان انا اقول يا جماعة في مية كتير تحت الارض يلا روحوا زرعوا، لا طبعا. او زي ما بنشوف للأسف في التلفزيونات او في مسلسل او حاجة، يلا روح دق بير والمية تطلع. طيب ما انت المية هتطلع هتملح بعد كده او المية هتخلص. هدف الدراسة اللي بتتعمل دي ان انا بحدد من خلال هذه الدراسة قبل ما ادي اي قطعة ارض لاي مستثمر، بحدد الاول الارض دي هتحط ابار بابعاد كل كام. يعني مثلا اقول لك تحط بير كل كيلو، ما تقربش الابار من بعض لان دوت هيأثر على الخزان الجوفي بشكل غلط. هقول لك تسحب كام ساعة في اليوم وتسحب امتى، يعني مثلا اقول لك اشتغل في النهار وسيب الخزان الجوفي بالليل، اطفي الابار عشان الميه تستريح وتقدر ترجع لمنسوبها الطبيعي. هحدد لك كمان كميه الميه اللي هتسحبها. انت ممكن تسحب لي، انا اقول لك 8 ساعات ومسحب لي كذا الف متر مكعب، لا انا بحدد لك مثلا ليك 30 متر مكعب في اليوم، ليك 20 25 متر مكعب في اليوم. دي اشتراطات احنا بنحطها علشان لو انت كمستثمر عايز تاخد قطعه ارض وعايز المشروع ده يعيش معاك 50 سنه 70 سنة 100 سنة، لازم أنت تلتزم بالاشتراطات دي. وإحنا عندنا إدارات تخص المية التابعة للمية الجوفية عندنا في الوزارة، بتروح وبتراقب الأبار دي شغالة إزاي وإنت حافرها زي ما إحنا قلنا ولا لأ. الموضوع ده مهم جدا. إحنا خلصنا الجزء الأول من الدراسة وشغالين في الجزء الثاني، بحيث أنا في المستقبل لما أعمل حاجة تبقى الدنيا واضحة عندي. ويمكن أشهر مشروع إحنا ابتدى فعلا من فترة، مشروع في غرب المنيا 200,000 فدان لزراعة قصب السكر من أحد الشركات أعتقد سعودية أو إماراتية، وهو زرع فعلا ما يقرب من 30,000 فدان وخد هذه الأرض باشتراطات صارمة احنا حطيناها إنه ليك كميات سحب معينة وعدد ساعات وخلاف. احنا كمان برضو في الأبار بالذات في المناطق الصحراوية عملنا لها محطات لألواح طاقة شمسية علشان نقدر ان احنا نشغل الابار دي بشكل احنا بنحاول ان احنا نساعد بيه البيئة ونقلل الانبعاثات والتلوث. في 282 بئر في الوادي الجديد تحولوا فعلا وشغالين في 106 بئر تانيين. التأهيل المنشآت، احنا اتكلمنا ان المنشآت قديمة،
من فترة قريبة احنا عملنا مشروع ضخم جدا بمليارات الدولارات لإنشاء أنطارة أسيوط الجديدة. في دلوقتي مشروع هنبتدي فيه لإنشاء مجموعة قناطر ديروت الجديدة. الأنطارتين دول مهمين جدا، أسيوط دي من أهم القناطر الموجودة على النيل، وأنطارة ديروت بتتحكم في 1.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية في منطقة وسط الدلتا من أول أسيوط لغاية الجيزة والفيوم، بالإضافة لأعمال أخرى زي قناطر إدفينا وإسنا الجديدة ودمياط وخلافه. إحنا عاملين كمان خطة استراتيجية محددين فيها أكتر من 100 منشأ في الدلتا و50 منشأ في الوادي. الدراسة دي بيعملها قطاع الخزانات عندنا في الوزارة، وبيشوف 100 منشأ دولت وال50 منشأ دولت عمرهم قد إيه، بيعملوا جسات ليهم على الطبيعة، بياخدوا منهم عينات وبيشوفوا وموازنات المية وخلافه، بحيث انه يقولك بيعملك زي ألارم كده انه الحق ده فيه مشكلة في الأنطرة الفلانية. كل دي قناطر صغيرة، أثمام ترع وقناطر حجز وخلافه، ده فيه مشكلة في المكان الفلاني، لا ابتدي اعمل دراسة علشان تطرح أعمال لتأهيل هذا المنشأ اللي هو نظرا لتهائل مثلا إدم أو في مشاكل أو في شروخ أو خلافه. بنشتغل برضو في مشروعات للصرف الزراعي، تم تنفيذ صرف مغطى في 7 مليون فدان. الصرف المغطى دوت مهم جدا ان هو بيقلل كمية المية اللي موجودة في الارض الزراعية، عشان الارض بالبلدي كده زي ما بيقولوا ما تطبلش، لانه بتطبل بمعنى ان الجزء العلوي من الارض بيتشبع قوي بالمية فبيخنق النبات. فبحط أنا مواسير مخرمة على أعماق مثلا ممكن تصل 50 سنتي و60 سنتي تحت جذور النبات، علشان تسهل عملية الصرف دي، تسحب المية بشكل مناسب من الجزء العلوي من التربة فما تخنقش النبات. احنا عملنا فعلا 7 مليون فدان لغاية دلوقتي من أصل 8 مليون فدان مستهدفين على مستوى الجمهورية كلها. قصة التعديات اللي أكيد كلنا في مصر متابعينها، الإزالات الكبيرة، وناس كتير بتقعد تتكلم أنتوا بتشيلوا حرام عليكوا ومش عارف إيه. يا جماعة، هذه الناس المتعدية دي ناس بتتعدى على حقي وعلى حقك. ما ينفعش في أي منطق وفي أي شرع وفي أي قانون إن شخص واحد علشان عايز يكسب ويحقق مصلحة ذاتية لنفسه يأذي عشرات الملايين. يعني أنا مش شايف لها أي مبرر للتعاطف على الإطلاق. يعني واحد باني في قلب المجرى، واحد، انت شايفين الدايرتين الحمر اللي أنا محددهم دولت، في خط اللي هو تصرف 270، ده التصرف اللي احنا متعودين عليه، اللي احنا ممكن في الصيف بنصل لأقصى تصرف من السد العالي بيصل لحوالي 270 مليون متر مكعب. طيب في حاجة اسمها تصرف طوارئ، أنا محتاج أصرف 350 مليون متر مكعب في اليوم زي ما حصل في الصيف اللي فات وفي الصيف اللي قبله. شفتوا، هوريكم بس صور، ثواني. شايفين هذه الصور؟ صور لبيوت بقت في قلب المية. واحد يقول لك حرام عليكم، لا مش حرام علينا، حرام عليه هو. هو باني في قلب المجرى. ده واحد يعني قمة في التعدي، ان هو مش ارضه، دي ارض الدولة. وده يعني انا مش قادر اوصفه ازاي، ولكن واحد راح في قلب المجرى، في جزء من مجرى نهر النيل، وقام بني بيت. ده تخالف، دي مخالفه فجه. شايفين كل الصور دي؟ صور لبيوت بنيين في قلب المجرى، ودي البيوت اللي بتتشال دلوقتي، احنا مش هنسيبها. الصيف اللي فات والصيف اللي قبله كنا محتاجين ان احنا نصرف تصرفات 350 مليون متر مكعب. البيوت دي غرقت بهذا السبب. شايفين الخرائط دي بتوضح التعديات من الناس. شايفين خريطة 2004 كانت عاملة ازاي، و2017 دي كانت جزء من المجرى الناس ردمت وحولتها الأرض زراعية. شايفين جزء اهو على اليمين دوت، والشمال بقى كله بيوت مبنيين في قلب المجرى المائي. نفس الشيء هنا، بيوت اتبنت في قلب المجرى، هنا أرض زراعية في قلب المجرى المائي، هنا ناس ردمت، شوف 2003 و2011. وميزة الصور دي انه محدش هيقدر يقول انا ما عملتش حاجة. الصور دي ميزتها ده اثبات، يعني ما فيهوش اي شك. شوف كده، ادي مجرى اهو في 2003
وبقت أرض زراعية. أنتوا كلكم خلفين، لما أجي أزيلك ما تجيش تقول أنت بتفتري عليا، أنت اللي افتريت، أنت اللي أخدت أرض مش بتاعتك، أنت اللي افتريت على عشرات الملايين من الناس وتعديت على مجرى رئيسي بيخدم عشرات الملايين من الناس، مش من حقك تتكلم، اللي هي الجزء اللي أنا بقول لكم عليه اللي هو الجزء الخاص بالطوارئ اللي أنا في فترة الصيف بحتاج لها. فهنا الدولة الآن بتتعامل بحسم عنيف جدا مع هذه التعديات كلها، وزي ما انتم شايفين المعدات شغالة في مصر كلها وبنتابع دوت كل يوم، وإحنا لغاية دلوقتي شلنا ما يقرب من 13,000 حالة تعدي خلال، بس بتكلم على ما يقرب من أسبوعين أو 3 أسابيع، خلال الست سنين اللي فاتوا إحنا شلنا أكتر من 67,000 حالة تعدي على نهر النيل لوحده، غير 150,000 حالة تعدي على الترع والمصارف. آخر حاجة عشان أنا عارف أن أنا طولت كتير، الوزارة كمان بتعتمد على التطبيقات الحديثة والتحول الرقمي. أتكلمتكم من شوية على التنبؤ بالأمطار داخل مصر عشان نتجنب آثار السيول. إلى جانب دوت مركز التنبؤ بيتنبأ بالأمطار في أعالي النيل، شايفين الخريطتين الكبار اللي على اليمين والشمال دولت، أيضا إحنا عندنا في مركز التنبؤ بنشوف حجم الأمطار اللي بتتساقط على دول منابع النيل. طب ده بيفيدنا أنا في إيه؟ إن أنا بتنبأ كمية المية اللي وصلالي هيكون حجمها عامل إزاي. طيب أنا يفرق معي دوت في إيه؟ في إدارتي للسد العالي وبحيرة ناصر، إن أنا محتاج أصرف قد إيه؟ المناسيب ممكن عندي تعلى لغاية كام؟ لأن أنا في عندي محددات في ساعة بحيرة ناصر وفي منسوب بحيرة ناصر ما ينفعش أعلى عنه لأمان السد العالي. أيضا في عندنا منظومة تليمتري دي حوالي 114 موقع أو 160 موقع آسف على الترع الهامة جدا والمناطق الحرجة وعلى بعض المصارف كمان. أنا من وأنا في المكتب المسؤول عن عملية توزيع المية من خلال التليمتري بيجيله رسالة إنه منسوب المية في الترعة أو في المصرف كذا، وكمان في بعض العناصر اللي تم إضافتها مؤخرا إن أنا كمان بقدر أقيس نوعية المية. بستخدم كمان في الوزارة صور الأقمار الصناعية إن أنا أحدد بالضبط مساحات الأراضي الزراعية المزروعة في مصر، يبتصل لحوالي أكتر من 10 مليون فدان، وعارف إن منهم إيه اللي بيتزرع على المية السطحية وإيه على المية الجوفية وإيه اللي بيتزرع على مياه الأمطار. بقدر كمان أحدد إيه الأراضي المرخصة وإيه الغير مرخصة وبتروي بالمخالفة. بحدد كمان مساحات زراعات الرز، لأن أنا عندي كل سنة بحدد 700,000 فدان فقط يتزرعوا بالرز، فبعرف مين زارع ومين مخالف. بالإضافة إن إحنا دلوقتي بنشجع الناس يستخدموا أنظمة الري الذكي علشان دي بتساعد أكتر في عملية ترشيد المية. كل الإجراءات والمشروعات دي كان ليها دور مهم جدا في أنه عملية توزيع المية تكون أفضل، وأن إحنا بنواجه شكاوى الري انخفضت من 1800 شكوى من الأهالي ل 300 شكوى فقط في خلال 5 سنين. وأنا آسف إذا كنت طولت على حضراتكم. ألف شكر باشمهندس محمد غانم. ما تصورش حضرتك كمية المعلومات والشرح الجميل والصور والخرائط، أنا الحقيقة I am very impressed. كنت حابب أسمع قبل ما ننهي اللقاء الجميل ده أي فيدباك من أبنائنا الطلبة على المحاضرة الجميلة بتاعت الباشمهندس محمد غانم. اتفضل يا فندم. دكتور استفدنا جدا وعرفنا معلومات كتير يعني عن طرق حفاظ على المية وحل المشاكل بتاعتها. جميل، شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا لحضرتك. هل في حد عايز يقول لنا زي ما بنسألكم كل مرة لو حد عنده سؤال يعني تشرفوني. كنت بالأسئلة. عايز أسألكم what is so outstanding about the lecture؟ يعني والأسئلة كمان. كمية المشاريع اللي ما كناش عارفينها في الحفاظ على موارد المية يعني دي اللي كانت outstanding يعني. شكرا يا يوسف. شكرا. هو بس مهندس محمد يعني بيقول لو في questions، هو طبعا أنا السؤال العادي بتاعي إن أنا يعني البرزنتيشن كان فيها حاجات كتير قوي، فكل واحد بتوصل له مسج بدرجات وضوح مختلفة، فهو ده اللي أنا كنت بسأل عليه.
لكن لو عندكم أسئلة أو عندكم comments, the floor is open. لسه عندنا 7 دقايق. لو ما فيش حد هيسأل أو يكومنت, أنا عايز أشكر باشمهندس محمد تاني. حضرتك باشمهندس أول متحدث عندنا. حضرتك خريج جامعة عين شمس العظيمة, كلية الهندسة اللي احنا كلنا بنحبها. احنا استمتعنا كتير بالمحاضرة الجميلة دي, والحقيقة احنا هنحطها على موقع الكلية مش بس لطلبة الكورس بتاعنا ولكن لكل المجتمع بتاع هندسة عين شمس لما يحبوا يتفرجوا وزارة الري بتعمل ايه لمصر. ده شرف لي والله, انا اسعد, ويعني دي الكلية اللي انا متخرج منها وانا سعيد جدا ان كنت مع حضراتكم. ده شرف لي وانا سعيد جدا ان كنت مع حضراتكم النهاردة جميعا. شباب المحاضرة خلصت خلاص, هل في اي اسئلة او كومنت لو سمحتم؟ هو الكويز امتى؟ نعم الكويز امتى؟ مش سامع الكويز. الـ representative بتاعكم هيتفق مع المعيد او المعيدة ويحددوا الميعاد والوقت زي ما انتوا عايزين. لو representative عاوز يعمل بول عشان يشوف معظم الطلبة available امتى, ممكن تتفقوا اتفاق كده زي ما انتوا عايزين. انا مش هتدخل في الحكايه دي. سلايدات هتنزل امتى؟ سلايدات لما لا مفيش سلايدات يا ابني, انت ما بتحضرش معانا ولا ايه؟ لا انا بحضر بس قلت عايز كل الانفورميشن من الفيديوز. انت ما حضرتش المحاضره الاولانيه وعرفتها, لكن مثلا انا قلت المحاضره دي مختلفه. نعم قلت افتكرت ان المحاضره دي مختلفه. لا المحاضره دي مش مختلفه. تمام شكرا. تمام يا جماعة في أي أسئلة أو كومنتس؟ لو ما كانش إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي.